السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا. الأرنبة يا جماعة بفضل الله الهاي بلس ولدت. فاكرين الأرنبة يا جماعة؟ الأرنبة اللي 10 حلمات اللي احنا فطمنا عليها يا جماعة بفضل الله، الحمد لله فضل ربنا وكرمه علينا يا جماعة. بفضل الله الأرنبة ديت ولدت وجابت عدد معقول. يلا نبدأ مع بعض يا شباب نشوف الأرنبة اللي جابت قد إيه، ونقول لكم تعمل إيه مع الأم بعد الولادة، ونقول لك إزاي تحافظ على الخلفات الصغيرة عشان تنجح معانا في مشروع الأرنب. بسم الله وصلى على الحبيب قلبك يطيب. لو انت بتحب سيدنا النبي صلى على النبي بكومنت، اكتب اللهم صل على سيدنا الحبيب النبي في كومنت يا جماعه. وطبعا يعني ادعمونا بلايك عشان خاطر ايه الفيديو ينتشر مع كل اصحابك وكل حبايبك مربين الارانب. بسم الله الرحمن الرحيم. الام دي يا جماعه والده بفضل الله دولت 7 ارانب، 7، 4 ابيض وثلاثة اسود اهو سيلفر تقريبا زي ما سيلفرات. هما شباب والده 7 ارانب، 4 ابيض و3 اسود. دي كان والده 8. فام نرمين يا جماعه هي اللي شافت الارانب دي. والده بصراحه فلات في ارنب صغير يا جماعه كان نازل ميت، كانوا 8 اساسا، هي شالت واحد ورمته. وطبعا لما جيت من الشغل يا جماعه كنت في الشغل قالت الارنب والده، قلت نصور معاكم فيديو ونتكلم على الام ولدت وكل ايه ما عليك فعله بعد الولاد. منرمين يا جماعه الجولدن ماجول بتاعنا اللي بتشجعنا وبتدعمنا يا شباب. حبايبي كل متابعيني بحبكم جدا 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 جدا. وطبعا انا سعيد جدا لكم يا جماعه، الحمد لله وصلنا 166,000 مشترك و500 وحاجه، دخلنا على 167,000. اخ واخت صديق وصديقه، وان شاء الله مكملين معاكم لحد ما نوصل ان شاء الله للمليون. الام دي يا جماعه متلقاها يوم 17/4، لقاها يوم 17/4، والنهارده يا جماعه الجمعه 19/5، النهارده الجمعه 19/5. ام بفضل الله ولدت بدون طلق، بدون تدخل مني ولا من ام نرمين ولا من اي حد في الدنيا خالص. علافه وميتها والولاده يا جماعه متجهز ليه على الولاده. كل اللي عليك كمربي ان انت تجهز بيت الولاده على الولاده. ما تسيبش الام على نفسها كده تقول امه اتاخرت. الارانب يا جماعه بطبيعتها عندها غريزه تجهيز بيت الولاده. التجهيز عباره عن ايه؟ شويه قش، شويه التبن، شويه الحوارات، شويه النشاره، الام تبدا تولد وتجهز وتولد. تعالى كده نشوف دي كده. دي امي يا جماعه برضه متلقاها يوم 18 ريكس اهي، حامل على الاخر، وشار برضه على الاخر، حط لها القش يا جماعه، قطعته وكلته في تبنه والتبنه القش والتبن. خدت بالكم عدى معاده النهارده كده يوم كده، عدى معاده اصلا يوم، ولا طلق صناعي ولا بستعجل على الام. الناس بقى اللي بتغلط هنا برضه نفس الطريقه يا شباب، وبرضه في لاين اهيت تمام بفضل الله جميله جدا. دي يا جماعه اللي عندها غرف وشها يا جماعه ما شاء الله، انا خلاص اهوت الزيت والهمال، حط نفس الطريقه يا شباب. عامله ازاي يا جماعه؟ قطعت القش وقلبت التيب يا جماعه. انا ممكن تصبح ان شاء الله والده برضه متلقاها يوم 18 اهي، لقاها يوم 18/4، ودي متلقاها يوم 18/4، ودي متلقاها يوم 17/4. يعني التلاتة يا جماعة متلقحين يعتبر في يوم واحد. التلاتة يعتبر متلقحين في يوم واحد. أنا حبيت من خلال حلقة النهاردة نفرحكم معانا بالأرانب اللي بتولد عندنا، ماشي، ونقول لكم هتعمل إيه مع الأم ديت بعد الولادة. قبل الشيء قبل الولاده يا جماعه عامل مهم جدا هو التجهيز في ايه؟ انت جعان ولا ايه؟
العامل الاساسي يا جماعه قبل الولاده هو تجهيز بيت الولاده. دورك انت كمربي، اصل الام مش هيطلع من الولاده تزح بره تروح تجيب قش وتبني من بره وتيجي تجهز لنفسه. لا، دورك كمربي انك تجهز له، تفرش ليه؟ اول شيء تجهيز بيحافظ على الخلفه اللحم دي. خلفه لحم، خلفه لحم لسه على الجلد وضعيفه، عايز حاجه تدفيها، اللي دفاها تبني مش قش مع الشعر. دي نقطة. النقطة الثانية، الأم ما تستعجلش عليها بالطلق الصناعي. أبوس إيديكم، أبوس إيديكم، ما تستعجلش على الأم بالطلق الصناعي. ليه؟ أنت بتستعجل الأم بكل لسه الرحم ما اتفتحش، ولسه الأم لسه لها يوم ولا اتنين، وتقوم حضرتك قعدت طلق صناعي وعامل ضغط على عضلات الرحم وضغط على الرحم، قوم زانق الخلفات، قوم موتال تيجي تعيط، الحقني يا ابو نرمين، الحقني يا دكتور فلان، الحقني يا دكتور علان، الارنبه خدت طلق صناعي ما ولدتش. هي مش هتولد، بل اجنه اتزنقت، ولو ولدت هتولدهم ميتين، انك عصرتهم في بعض. وانا بنفخ في كرتون مقفول، هتعب بقه هيتعب من النفخ. الرحم نفس الطريقه بيضغط، طلق بيضغط والرحم مقفول، عنقه مقفول مش مفتوح. هتنزل الاجنه ولو نزل ينزلوا مزنوقين ميتين. ما تستعجلش حبيبي، الرحم ممكن توصل ل 33 و34 و35 يوم وتقول الطبيعه. دي نقطه. بعد الولاده انت شغال بعلف سوقي، علف مش سوقي، شغال باي علف، في حاجات قرص كده الام بتاخده بعد الولاده. وهدي لك مثل ان زوجتي او زوجتك او بنتي او بنتك لما بتروح تولد سواء ولدت طبيعي او ولدت كيسري، الدكتور بيعمل لها شنطه علاج قد كده، فيتامينات ومضاد حيوي واملاح معدنيه وهيلمانات وكلسم وحاجات لشان اللبن وحاجات كتير، وبيجي حلبه وبيجي مغات وبيجي سحلب وبيجي وقرفه، حاجات عشان خاطر تنضف المعده بعد الولاده، تنضف الرحم بعد الولاده وتريح المعده وتنزل لبن للجنين الصغير. بالام ديت نفس الطريقه. تاني يوم الولاده بنضم مضاد حيوي جنتا ماسل او جنتا كيور، تالت يوم الولاده نص سم ايفوماج، رابع يوم 2 سم كالسيوم، خامس يوم 2 سم كافوزال، فيتامين ب 12. اربع حاجات، سنتي نص 2 2 دي هتبقى حلوه معاك. والله لو مشيت على هذه الخطوات صدقني هتلاقي عندك انتاج وخير شفتوش قبل كده، وهتحافظ على الامهات وعلى صحة الأمهات. اطلع بره. دي أم يا جماعة ما شاء الله بترضع أمها عادي قد إيه يا جماعة؟ لسه أهي، اطلع بره كده. ما شاء الله. من ظهر الأم؟ لحم، ظهر أمها زي يا جماعة. وبترضع أمها عادي. وعدد كبير كمان. اهم شيء انت كمربي تبقى عارف انت شغال ازاي، انت كمربي تبقى عارف انت شغال ازاي. المربي الحيوي بينزل للخلفه الصغيره عن طريق اللبن، بيحميها من اي ميكروب. الايفوماج بينزل للخلفه عن طريق اللبن، بيأمن لك الخلفه الصغيره ما يجيلهاش جرب عمر 20 يوم وعمر 25 يوم. الكالسيوم بينزل الخلفه عن طريق اللبن، بشد عظم الارنب الصغير وصحته يقدر يقف على رجليه ويفتح ويمشي بسرعه. الفيتامين البي 12 برضه بينزل الخلفه عن طريق اللبن. اي ادويه الام بتاخدها وهي بترضع بتنزل للخلفه.
بتعمل تحسين وتأمين للخلفات الصغيرة. تلاقي عندك حلويات وبسكوت زي كده. بسكوت يا جماعة. شغل عامل ازاي؟ شغل. حاجات ما شاء الله. تلاقي عندك شغلك محترم وماشي صح. وطول ما انت ماشي صح ربنا بيكرمك وبتنجح. اهو. ان اشتغلت زي ما احنا بنقول ربنا يكرمك ويبقى عندك مشروعك ناجح بالنسبه لتربيه الارانب. مشيت بمزاجك انت حر، محدش بيغصبك ان انت تمشي ورانا. احنا بنقول على الشغل اللي احنا شغالين بيه. وانت الاول والاخر صاحب القرار. انت الاول والاخر اللي مسؤول عن حاجتك. انا مش هاجي اربيها لك، انا مش هاجي اربي لك ارنبك، انا بقول لك ايه الخطوات 1 2 3. تعالى كده يا مؤمن. الارنب الصغير يا جماعه نازل عامل ازاي ما شاء الله؟ نظيف. ارنب نازل نظيف. ان شاء الله. اتاكد الخلفات دافيه. ثم الارنب الصغير دافي هيرضى. ما هوش دافي يبقى عليه العوض. كده يا جماعه؟ ان شاء الله. ارنب نازل ما شاء الله، ريحه عامل ازاي يا جماعه؟ ارنب طول ايه؟ حاجه ما شاء الله. ربنا يبارك ان شاء الله يا جماعه. عنده حيويه، عنده نشاط. ارنب صحته حلوه. الام يا جماعه كده فينا يا شباب. القش عامل عش ازاي؟ والشعر عامل عش. عش حوالين الارانب. يبقى انت كده الام دي تضمن ان الخلفيه تبقى دافيانه وصحتها تبقى زي الفل. نقفل عليهم. دورك كمربي خليك جاي جاي. بس انا مسجل تاريخ التاريخ بتاع ان جاشا الكلام ده في الماستر. دورك انت كمربي انك تسجل تاريخ الولاده. دي متلقاها يوم 17/4 والده يوم 19 يبقى كده ولاده. تسعتاشر خمسة بقول سجلنا تاريخ الولادة. يوم 19/5 السجلات يا جماعة، السجلات عليها عامل مهم جدا. ازاي تبقى انت عارف الارنبة ولدت امتى واتلقحت يوم كام، ولدت يوم كام عشان تقدر ألقح الام ديت بعد كمان من الولادة. انا كده مثلا والدة يوم 19 يعني ممكن احطها مثلا يوم 30 في الشهر او يوم 29 في الشهر للذكر تطلق. تمام؟ تبقى انت عارف ماشي بالتاريخ وماشي بالايام ولدتهم كذا. اعرف ان انا بعد 35 يوم من التاريخ بتاع الولاده دي هفطم. بعد 35 يوم هفطم عشان اطلع انتاج، عشان اطلع انتاج. اي حد يا جماعه محتاج ارانب للبيع دي برضه يا شباب ما شاء الله ام وشر وشرها باين. تمام؟ النهارده جاب لي بالها كده 19 يوم يا جماعه. جهزنا يا ولاد ان شاء الله سنه نحط لها القش والتبني بقى خلاص. دي برضه يا جماعه ما شاء الله ام وشر ريكس المانيا يا جماعه اهي ان شاء الله ربنا يبارك. ماشي ان شاء الله برضه لما تقدر نصورها. دي يا جماعه ام بابين برضو بكريه ان شاء الله ربنا يبارك. يا بخت صاحب النصيب اللي هياخدها ان شاء الله. صحه وحيويه ما شاء الله يا جماعه. لسه بكريه يا جماعه ما شاء الله محمره اهيت. تمام بكريه يا جماعه محمره اهيت. ماشي. دي ام يا جماعه دي تشاي حته بيتش يا جماعه جميله ما شاء الله ربنا يبارك.
برضو ما شاء الله برضو قبل التلقيح يا شباب، قبل التلقيح ماشي، برضو لسه بكريه دي يا جماعه متلقاها، ودي متلقاها، ان الباب دي يا جماعه متلقاها ماشي، والسيم ده برضو يا شباب متلقاها، ده برضو يا جماعه متلقاها هنا برضو بذكر بنبارك كف عريض ذكر شاب لسه ما اشتغلش لسه صغير بس يعني ايه ده برضه يا جماعه لاي حد غاوي ان هو يغير دم موجود يا جماعه كوره ممتازه جدا حاجه محترمه محترمه جدا يا شباب ده برضه انتهى صغيره يا جماعه لسه شاب برضه صغيره فين يا جماعه الكف عامل ازاي فين يا جماعه الكف كف الكف والشعر عامل ازاي في رجلين شايفين كف ارضيه يا شباب كف عريض شعر كثيف حاجه محترمه جدا ارنب يا جماعه خلقه ربنا يبارك ان شاء الله ودن قصيره ودن قصيره عامل ازاي يا شباب اهي ان شاء الله يا جماعه حاجه ما شاء الله تتربى ارنب يتربى ان شاء الله ربنا يبارك دي برضه يا جماعه ان شاء الله لما نيجي نفطمهم ماشي هنقول لكم يا جماعه دولت برضه ايه دنيتهم ايه؟ يعني دلوقتي يا جماعه برضو بعد كده منرمين دلوقتي يا شباب ارجعوا ورا كده شوف يا جماعه دي متلقاها يوم 18/3 والده يوم 17/4 ولاده 17/4 ماشي يا شباب عيال ايه؟ دولت بالظبط كده بقى لهم 32 يوم يعني دولت 32 يوم اهو عشر قرايب يا جماعه 10 وعمرهم 32 يوم ربنا يبارك ما شاء الله هنا كده شوفوا يا جماعه برضه الخير بتاعنا يا شباب انتاج ان شاء الله ربنا يبارك ربنا يبارك يا جماعه ان شاء الله حاجات جميله جدا واحنا يا جماعه تحت امر الجميع اي حد يا شباب محتاج ارانب محتاج بطاريات نستعملها محتاج اي حاجه خاصه في مجال الارانب برضه مجال العصافير يا جماعه الطيور فتحت امره طبعا يا شباب ديت كانت حلقه النهارده بحبكم في الله وطبعا بنشكر ابطال كمان فيديو الاخر اشكركم لحسن المتابعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته